بسم الله الرحمن الرحيم. تستقبل مديرية أوقاف القضية اليوم الأربعاء 20/10/2021 الدفعة 20 من لحوم شقوق الأضاحي وقدرها 4 طن، وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف القضية 66 طن. وصلت اليوم الأربعاء 20 من شهر أكتوبر لعام 2021 من الميلاد الدفعة 19 من لحوم شقوق الأضاحي وقدرها 4 أطنان، ليصل إجمالي ما وصل إلى محافظة الدقهلية حتى الآن 66 طنا. إنه في يوم الأربعاء الموافق 20/10/2021 تم استلام الدفعة 13 إلى مديرية أوقاف كفر الشيخ. هذه الدفعة قدرها 4 طن، ليكون عدد ما تسلمناه حتى تاريخه 50 طن من تلك اللحوم. اليوم الأربعاء 20/10/2021 مديرية أوقاف المنيا تتسلم الدفعة رقم 20 من لحوم شقوق الأضاحي لهذا العام. زنت هذه الدفعة 4 أطنان، يصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا من لحوم شقوق الأضاحي إلى 72 طن. كل عام وحضراتكم بخير.